الكريم، مشاهدينا الاعزاء، مستمرين مع حضراتكم في هذه الانطلاقات وهذه التحديات، بينما يسير برنامج انطلاقات هذا المساء في تواصل وتحدي مع اشواط هجن اصحاب السمو الشيوخ على بركه الله. يسير السابع الخاص بالجعدان المحليات الاصايل على البركه، ينطلق هذا الشوط معلنا عن حضور وتحدي هذه الاسماء وهذه الشعارات في امسيه هذه الليله التي تحضر بها نخبه الهجن وانطلاقاتها في مساء مميز وسماء ومساء جميل في سماء المرموم. نسير مباشره الى المركز الاول والى انطلاقه هذا الشوط والبدايه هنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. يتقدم سلهود مع المضمر مطر بن سيف بن لاحج هاجري، بينما المركز الثاني هناك مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير والتدريب تعود لعبد الله بن ثعيلب الهاجري، بينما المركز الثالث ياتي معدي لهجن العاصفة، ينطلق ويسير إلى ثالث المراكز مع المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير، هو الآن المحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع نسير مشاهدين الأعزاء مع سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير لدى سعيد بن سالم الينيبي. أما المركز الخامس وصل في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية تضمير لدى خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز السابع اللي وصل من هجن العاصفة ياتي منجم هنا مشاهدين الكرام من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثامن هناك تدخل في هذه اللحظات من خلال تواجد سراب لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، بينما في عملية التضمير والمتابعة والتدريب ياتينا في هذا التحدي محمد بن مسفر بالقوبع. المركز التاسع نقله الى لزيم من هجن العاصفه، والمركز العاشر نقله الى شاهين من هجن زعبيل، بينما في عمليه التضمير ياتي راشد بن محمد بن مروشد في عمليه التضمير والتدريب. هذه الاسماء اذا العشره الاولى مشاهدينا الكرام المتقدمه في لحظات هذا الشوط، في لحظات الناموس لهذا اللقاء، لهذا التحدي في هذه المشاركه. ولكن نعود الى البدايه، نعود الى مسار هذا الشوط. هناك رباعية على الشوط تحملها الموجة الأولى، تحملها التحديات الأولى من مسافة الأربعة كيلومترات في سن المفاجآت، السن الصغير القادم بقوة إلى هذا العالم مع انطلاقته وتحديه. وأكيد كل عيون أهل الهجن تراقب هذه السلالات وتراقب هذه الأسماء وهذه السبق والندر في ميادين السباق. بينما نتابع سراب لا يزال على المركز الأول، اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر سراب في هذه الانطلاقة. وسلهود عبيد بن شينان المري يتقدم، لكن هناك المركز الثاني سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم وسعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير والتدريب. ولكن ياتي لزيم من هجن العاصفة، لزيم انتقل مباشرة إلى المركز الأول في حيثياته ونشاطه هذا الشوط مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. أما سلهود الآن غير، خذ المركز الثالث لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيف بن لاحج الهاجري في التضمير. المركز الرابع هناك ياتي شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد سعيد مكتوب، خليفه بن سلطان بن رشيد عاشق السلاله الشاهينيه ينطلق في هذا الاختبار. لكن المركز الخامس وصلنا اذا منجم لهجن العاصفه ياتي في هذه اللحظات في هذا اللقاء، والواثق حمد بن راشد بن غدير يدير في عمليات التضمير وعمليات اللقاء في هذا المساء. عود الى المركز السادس، هناك تقدم مشاهدينا الاعزاء من هجن زعبيل، وشاهين ياتي في هذه الانطلاقه لهجن زعبيل على سادس المراكز مع راشد بن محمد بن مروشد. والمركز السابع وصلنا في هذه اللحظات ثمين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سعيد بن راشد بن حمد بن غدير في عمليه التضمير. هكذا هو المسار، هكذا هي التحديات. لكن نعود مشاهدينا الاعزاء بعدما دخلنا في الكيلو الاخير في تحديات الامتار القليله المتبقيه اعاصير الشوط، ولكن لا زالت العاصفه تسير، لا زالت العاصفه تسير تقود هذه
العصير وهي المسيطرة. يا سلام، بدأ في الانطلاق لزيم على المركز الأول. نديم هناك يقدم لزيم هذا الاستمتاع وهذا التحدي في هذه اللحظات المسائية، لكن شوط خماسي، شوط حماسي، شوط مثير، شوط له خمسة من الجعادين. هنا تنطلق المحليات الأصايل، عودة للمركز الثاني سراب اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم وسعيد بن سالم الينيبي. اللحظة الأخيرة، المنظر الأخير الذي تحمله لنا عناوين الناموس، الناموس. ولكن خلاص لزيم مشاهدين الكرام، يظل لزيم لانطلاقة الشوط وإلى المركز الأول لهجن العاصفة حيث تقدم كل التحديات وكل الأسماء الكبيرة في هذا المساء القادمة إلى هذه اللحظات، إلى السيوف، إلى الكؤوس، إلى لحظات البنادق. ولكن يأتي لزيم ليتقدم ويهدي العاصفة ناموس آخر في هذا المساء. المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد وراني سعيد مكتوم، المركز الثالث سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، المركز الرابع لشاهين اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن مكتوم، خامسا ياتينا مشاهدينا الاعزاء سلهود لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، حل في المركز الخامس. هكذا كانت النتيجه، لكن نعود بحضراتكم الى التوقيت الزمني للاخوه المتابعين والمستمتعين بمتابعه قناه دبي ريسنج. 6 دقائق 11 ثانيه، ثلاث من الاجزاء من الثواني هو توقيته الزمني امامكم على شاشه التلفزيون. ياتي من هجن العاصفه تانين والناموس، المركز الثاني هنا وصل ثمين 6 دقائق 12 ثانية، 8 الزامن الثانية. ثانية كذلك مشاهدي الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن سعيد مكتوم وللمضمر سعيد بن رايد بن غدير، المركز الثالث سراب اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، 6 دقائق 13 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.